تصدمنا ما عرفناش واش مات، حيت هو شحال هادي هو كيقاسي، عام هو كيقاسي، ولكن ما نصحبوش غيموت، ما تقبلناش الموت، ما قلنا ما ماتش غير مغيب ولا هادي. الزينة تاني السبيطار قال لنا لا راه ميت، اش غنتقبلو؟ تقبلناش الموت ديالو، ما تقبلناش، حيت هزنا كنا عندنا الله تعالى. عندنا الله هو ما تيبانش في التلفازه، كان مشهور وكيعرفوا الناس وكيشوفوا كيقولوا لك هذا الشيء كاع ما لقينا بحاله، ولكن ما كيبانش في التلفازه باش يعرفوا الناس وداك الشيء، ولكن الناس كلهم كيعرفوه، الناس الاولين كلهم كيعرفوه. حسن الثاني شحال من خطره دخل القصر، وشحال دخل عند خواتاته، وشحال، ولكن ما عنده حتى شي نتيجه في هذا الشيء، ما كان حتى دعم والو، ما كاين دعم تاع الله. جنا الناس وقلنا لهم الراجل مريض وعنده عمليه غاليه وما كاين حتى شي حاجه، الحاج عبد المغيط هو اللي عاوننا صافي، شي الاخر كله هو مسكين، بعنا عليه الغالي والرخيص، بعنا عليه الغالي والرخيص. هذا انسان اللي فقدناه وتفقدوا فيه قاع الجيران ديالو، تفقدوا فيه قاع الاخوان والاصدقاء والفنانه اللي ما حقيقه ما صبروش بالفقدان ديالو، وتبارك الله هو معروف والحمد لله. هذا هذه مساله تثلج القلب، لا اساس كان القلب الكبير، كان الدار ديالو بحال الزاويه، واللي جا مرحبا به وتيعاون الناس في المشاكل ديالهم، وتي اللي جا مرحبا، وحنا تدرب مربيين على هاد لو برينسيپ دو في. كان تيدوز في واحد الفتره صعيبه، يعني كانت عنده واحد كان عنده واحد المرض تيدوز به. المرحوم كان معروف بالطيبوبه ديالو من ناحيه يعني في الساحه الفنيه وفي العائله والاصدقاء اللي المقربين ليه. العم ديالي كان يمثل لي، يعني كان عزيز عليا بزاف، يعني المعزه ديالو اللي كانت عندي معاه، يعني واحد المعزه اللي كبيره. سولان سول شوز مصمم خصيصا لصحتك، فهو الاول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم اثناء الارتداء، وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل احدث العلاجات الصحيه في الوقت الراهن. لقد قمنا باضافه نعت صحي اعتمادا على احد علاجات القدم الشهيره وهي ريفلكسولوجي. سولان سول شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي. نعل طبي يمنع تقوس القدم، تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن، وأيضا لمنع التعرق، لا رائحة كريهة. مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة. نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك، وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به، وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية، فتساعد على تحسين جودة النوم. لا يضغط على القدم، مريح في الاستخدام، بليونة تأخذ نفس شكل القدم. مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع، بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق، فهي ضد السقوط. حصريا على موقعنا. هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، مكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ أنت تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.